بص انت، انا حاسه او حسيت من كلامك في الفتره كمان اللي فاتت ان انت ضد شويه راس المال في الرياضه، صح؟ فكره هنا فرض راس المال في الرياضه هي ليها مميزات وليها عيوب، بس انا بشوف ان هي لو انت معاك راس مال كويس ومش بتدور بس على الشو، يعني مثلا انا معيش حد مثال باريس سان جيرمان طبعا، ونعرف من هو المالك، وطبعا برضو حاضر بقوه فيها فكره هنا راس المال الرياضي. تم اختيار افضل يمكن لعيبه في العالم بارقام كانت يعني عظيمة جدا. طبعاً. طبعاً. الناس كانت بتعتقد ان بعد الاسماء اللي جايه ومشاركه في باريس سان جيرمان انت هتخش خلاص، يعني مفيش بطوله باريس سان جيرمان مش هياخدها هينجح فيها. لكن العكس كان الصحيح يمكن الى حد ما، برضو على الارض باريس سان جيرمان ما حققش افضل النتائج او المرجوه خلينا نقولها. صحيح. فربما هنا راس المال لعب دور مش مظبوط لان لم يتم توجيهه بشكل سليم 100%، ولكن عندما يتم توجيهه كريم بشكل سليم 100% او بنسبه كبيره، تاكد ان ده بيفيد بشكل كبير جدا ضخ الاموال في اي رياضه، لان في الاول وفي الاخر برضو دي صناعه، فانا اعتقد لها قيمه كبيره. لو افترضنا ان اصحاب رؤوس الاموال خاليين من الاهواء، ما عندهمش اي اجندات، ما عندهمش اي حاجه، دي نقطه. النقطه الثانيه حته الاموال الطائله اللي بيسيل ليها لعاب اي بني ادم مهما وصلت درجه غناه، حرمتنا في الاخر من ان احنا نشوف اساطير في اماكنهم الطبيعيه. يعني فاهم قصدي؟ انت مش حسيتيش مثلا بفرق كبير بين ميسي في برشلونه وبي اس جي؟ يعني قيسي بقى على كده كل الاسماء اللي انت عارفاها مرورا طبعا، يعني كل الدنيا كريستيانو رونالدو في مانشستر سيتي شويه تجربه ناجحه. لكن يعني في 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 نجوم، في نجوم تحديدا بقى، بس خلي بالك ده ملوش علاقه قوي، هي ليها علاقه بالتنقلات برضو. يعني برشلونه ميسي كان لغايه اخر لحظه ومش عايز يمشي يعني، بس ات دي اند انت لازم في حاجات اوقات حتى لو مش عايزها بتفرض عليك كلاعب حتى لو لاعب عالمي يعني. فبالتالي ميسي كان البقاء في برشلونه اكيد كان افضل، يمكن هو ده الخيار اللي هو كمان عايزه يعني. هنشوف احنا كل خلينا نروح احنا لسه ارقامنا وخلصتش، احنا اتكلمنا عن النوادي، تعالى بقى نروح. انا بحب برضه اتكلم عن اللعيبه بقى. اغلى لاعب في العالم تسويقيا بنلاقي الفرنسي مبابي باريس سان جيرمان، لسه كنا بنقول لحضراتكم كام بقى؟ 160 مليون يورو ما شاء الله. اللهم صل على النبي. اللهم صل على كامل النور. يجي بعدي هالاند وجونيور وصلاح، وارقام برضو يعني كبيره جدا. على كل حاجه عشان ما نضيعش الوقت، خلينا نروح نشوف الفيديو جراف ده ونرجع نكمل.